اليوم نحتفي بالجهود التي بذلت في تجمعنا خلال العام الماضي. تجمع المهندسين السوريين في تركيا والذي يشكل علامة فارقة فهو نتاج لجهود متراكمة وخطوات متواصلة. أقام التجمع مؤتمره العام السنوي بمدينة اسطنبول، حيث شهد حضورا واسعا من المهندسين والضيوف من التجمعات السورية والعربية والتركية. وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار مؤتمر الوفاء للزميل المهندس عبد القادر كوجار، تقديراً لإسهاماته في مسيرة التجمع. التجمع المهندسين يعتبر أكبر جمعية عربية في تركيا من ناحية أعداد الأعضاء ومن ناحية الاستمرارية ومن ناحية حتى طريقة الانتخابات. عندنا في مشان ما يصير في نوع من الاستلام المستمر أو قلنا دائماً في عنا تبادل الأدوار بين المهندسين، وعنا عضو مجلس إدارة ما بيصير يضل بمجلس إدارة أكثر من دورتين متتاليتين. وإمكاناتنا في أفكار جديدة ومحاور رائدة. استعرض أعضاء مجلس الإدارة أهم الإنجازات التي حققها التجمع على مدار العام الأول من عمر المجلس الحالي، حيث شملت هذه الإنجازات جهوداً كبيرة لدعم الخريجين الجدد وتوفير فرص عمل وتدريب للمهندسين المنتسبين. كما ألقى القائمون الضوء على المشاريع التي أسهمت في تطوير الكفاءات الهندسية وتأهيل المزيد من المهندسين السوريين لدخول سوق العمل. تنمية قدر الإمكان قدرات المهندسين في السوريين في تركيا لتمكينهم من سوق العمل على الصعيد الاقتصادي، تمكين الروابط الاجتماعية بيناتهم بحيث تنعكس لاحقا هيدي حتى الروابط الاجتماعية بمفاهيم العمل ومفاهيم أيضا تعزيز العلاقة بين أبناء السوريين في الخارج وتطوير العلاقات مع المنظمات الأخرى القرينة اللي بتهتم بالشؤون التعليمية لخدمة تجمعنا وخدمة تطوير مهارات وخبرات المهندسين الموجودين فيه. طبعا مكتب الهندسة المعمارية أقاموا عدة ورشات تدريبية لعدة برامج هندسية، وأنا كنت عم بحضر هاي الورشات التدريبية وكان هناك استفادة جدا كبيرة، وكانت الورشات غنية بالمعلومات وبال يعني معلومات نظرية وعملية، وكان في تطبيق عملي ضمن الورشات، وكان كل ورشة بتدوم أحيانا نهار كامل أو عدة أيام. لتقديمه محاضرة أونلاين دور المهندس المنفذ من الترخيص حتى الإسكان في تخللت الفعالية أيضا جلسة تكريمية للمهندسين المميزين الذين أسهموا بإضافة نوعية للتجمع من خلال دوراتهم وفعالياتهم، والتي تركت أثرا إيجابيا على المجتمع الهندسي السوري. واختتم المؤتمر بجلسة نقاشية مفتوحة تناولت آفاق التعاون مع التجمعات الهندسية السورية والعربية والتركية بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات على كافة المستويات. أفكار وأعمال الابتكار إن شاء الله.